سلام البنات، لاباس عليكم؟ صحيحتكم مزيان، نتمنى تكونوا بألف خير. تنبغي من هاد في هاد الفيديو تنشكر البنات اللي ضافوا عندي هاد الاسبوع في القناه، كنكن ليهم جزيل الشكر كما كنكن جزيل الشكر للبنات القدام. اليوم البنات غادي يكون هاد الفيديو تكمينه للفيديو السابق ديال كيفاش تشري الفون دو تان. اليوم غادي نوريك كيفاش تحاولي انك تحاولي تشري البودغ ديالك، ولكن قبل ما ندخلوا للبودغ نبغي نعرفكم على لا باز، يعني القاعده ديال الماكياج اللي دايره طوندونس دابا ديال تتسمى البرايمر. اول حاجه انا تعمدت نجيب لكم هذا اللي شكل كريم، هذا البنات كنديروه الناس اللي عندهم لي بو ترو ديلاتي، يعني المسام الواسعه بزاف، كنديروا لهم هانتوما لا تيكستور ديالو، يعني العينه ديالتو. انا غناخد منها شويه، شوفوا كيفاش كان فاش كتايطالي تيخلي لنا لابو اللي هي رطبه وفي نفس الوقت كيسد لينا المسام. هذا البنات كنديروه قبل ما نديروا البوز ديال اولا نحطوا الفون دو تان ديالنا او نديروا البودر، هذا بحال يكاموفلي لينا اولا كيسد لينا اي مشكل عندنا في الوجه، سيرتو الناس اللي عندهم الماده الدهنيه بزاف في الفيزاج. كيف ما كاين على شكل سيروم كيف ما كاين على شكل كريم، يعني متوفر هذا حاليا في السوق بزاف. اول حاجه البنات اللي كنبغي نقول لكم بحال اللي قلت لكم ديك النهار، الناس اللي عندهم البشره ميدمه لا بودغ ديالهم اللي هي بودر كومباكت، ها هي انا غنهزها لكم شويه باش نوريكم، يعني حتى كتبقاي تحكي لا بودر كومباكت بمعنى مضغوطه، ها هي دايره بحال شي حاجه اللي هي طبقه فوق طبقه، ولكن ما حتى كتحكي هكا عاد كتاخدي الجزء ديالها وتبداي تايطالي في، يعني تبداي توزعي في البشره ديالك. من بعد ما كتكوني درتي البرايمر ودرتي الفون دو تان ودرتي عاد كديري لا بودر، هذا من جهه. بالنسبه للناس اللي عندهم البشره ناشفه بحال اللي قلت لكم ديك النهار، هذه هي لا بودغ ليبر بمعنى ان بودره طياره، ها نتوما البنات شتي كتهزنا دايره بحال الطالك ديال لي بيبي، ولكن هي راه ماشي طالك، راه بودره تدار لنا الناس اللي عندهم البشره ناشفه. من بعد ما كنديروا الفون دو تان الخاص بالبشره الناشفه تنديروه بحال اللي قلت لكم ديك النهار، ما بين البشره الناشفه والميد ما عندنا حنا في المغرب كاينه البشره المختلطه، سقدي الا كان عندك الجزء الوسط ديال الوسط ديال الوجه ميدم راكي كتخدمي بالبرودوي اللي هما خاصين بالبشره الميدمه، كان عندك يعني الجوانب ناشفين راك تخدمي بالبرودوي اللي عندك ديال ديال البشره الناشفه. وفي كلتا الحالتين بالنسبه للبشره اللي كتكون مختلطه ما كنلقاوش معها مشكل بزاف، سواء درنا ليها الميد ما غتنجح معانا، سواء درنا ديال ليبر بودر ليبر اللي هي هكا دايره بحال الغبره غادي تخدم لنا مزيان. بالنسبه للبنات لابليكاسيون ديالهم راه كل وحده عارفه تبارك الله، راه كلشي ولا دابا كيعرف يدير البوز ديال الفون دو تان وديال البودغ ديال الفون دو تان وديال البودره وديال البرايمر وديال غير، هو التقنيات اللي كنشوف انا بعد البنات دايرين شي ماكياج يعني التقنيات اللي ناقصاهم. بالنسبه نجيو هذا من جهه، بالنسبه لي بودر هذا بحال تكميله للجزء الاول ديال لي فون دو تان اللي هضرت لكم عليهم، وكتاخدي دائما البنات وكنركز تاخدي على حساب البشره اللي عندك ناشفه ميد ما، حيت هادو هما اللي كاينين عندنا بزاف في المغرب بالنسبه وحتى في الدول العربيه. ولا بالنسبه للي بانسو البنات، لي بانسو البنات كتشوفوني انا حاطه واحد الباليطه ديال البانسو، يعني مجموعه ديال لي بانسو، ولكن كنصيحه مني البنات سيرتو الناس اللي ماشي في الدومين ما يبقاوش غير يشريو في لي بانسو ويحطوا. بالنسبه لي انا كنعتمد على هاد البانسو، ها هو شوفوا كيفاش داير عنده بشكل دائري، كنعتمد على هاد البانسو اللي عنده داير بحال مايل، كنعتمد على هاد لابليكاتور يعني اللي كنوزع به الفون دو تان. بالنسبه للخدمه ديال العينين البنات كنعتمد على هادو وكلهم جربتهم البنات، ولكن كنعتمد على هادو اللي هكا غاديين على شكل مثلث. هادو البنات كيديروا لك المكياج لي فاغ بوبيغ كيتحطوا مزيان وكيف ما بغيتي نتيا. بالنسبه للقوه ديال 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 وكناخذ هذا اللي داير على شكل مروحه، هذا البنات كننظف به تحت العين ملي مثلا كنبغي نحيد دوك الزوائد ديال البودر اولا، هذا كننظف به العين. يعني انا كنعتمد على هاد الربعه
تقريبا الخمسة، من غير إلا كان عندي بغيت نرسم الحجبان، عندي واحد خاص بالحجبان ها هو، حتى هو مايل. هذا تيعطيك فاش كتجي ترسمي الحجبان تيرسمهم لك مزيانين البنات. انا ما غنقولش لك لي مارك، لان لي مارك كلهم متوفرين دابا، ولا كيديروا لي بانسو، كل ماركه عندنا في الماكياج متوفره على لي بانسو ديالها. وبالنسبه للمشيطه عندي هادي، وبعض المرات كنخدم بهادو، حيت كاين البنات اللي مش في استطاعتهم يشريو بحال هاد لي بانسو، كتاخدي باكيه راه كاينين بحال هادو هكا، حتى هما كتخدمي بهم، حتى هما بوانتي غاديين بحال هكا. علاش البنات انا كنقول لكم تاخدوا هاد النوعيه هادو ديال لي بانسو، بحكم التجربه ديالي البنات، هادو فاش كتجي مثلا في الزاويه الخارجيه ديال العين، فاش كتجي تفيني لي فارا بوبيير ديالك، يعني لي فارا بوبيير يعني كيتفيناو لك من داك الشيء الرفيع، وسيرتو الا خدمتي معاهم في لا فينيسيون ديال في الخرجه ديال العين، كتفيني بالفون دو تان، كتكون خدمه متقونه ومخدومه مزيان، ولا فينيسيون تتكون باينه. البنات قبيله هضرت لكم على الانواع ديال لي بودغ، ولكن ملي كتسالي والبنات، كتكون عندنا هاد لا بودر تنسموها بودر فينيسيون، دابا راه متوفره في السوق هادي البنات، حتى كتسالي الخدمه ديالك كلها بما فيها الالوان ديال العين، الفون دو تان، البودر، يعني حتى كتسالي الخدمه ديال الوجه كامل بشكل متكامل. سالي خدمتك، كتاخدي في البانسو شويه ديال البودر فينيسيون، كتمسحي بها الفيزاج كامل، كتعطي واحد لا فينيسيون يعني ممتازه للخدمه ديالتك، راه هي بيضه، واخا تشوفوها بيضه ما كتبقاش بيضه في الوجه. بالنسبه للبانسو البنات، بحال قلت لكم الاستعمالات ديالهم، هذا البنات كندير به لا بودر ملي كنبغي، اولا كنديرها بهذا كنمشي بحركه دائريه، اولا كندير بالنسبه كيفاش ديري فغاجو، كديري علاش؟ لان عنده هاد الميلان هذا كيساعدك انك كيفاش كتبداي ديري فغاجو، كتمشي بيه بهاد الشكل، كيكون انك كتحطي فغاجو من داك الشيء الرفيع. بالنسبه لهادي بحال اللي قلت لكم البنات، تحت العين كتبقاو تفينيو بها بهاد الشكل هكا. هذا ابليكاتور، يعني هذا موزع ديال فون دو تان فاش كتجي تخدمي، ولكن البنات واخا كنخدم به في الاخر كنخدم بيديا. علاش؟ لان اليد، حيت كاين شي بنات كنشوفهم كيخدموا بهذه الطريقه هذه فاش كيبداو يديروا الفون دو تان. هي بالنسبه للفون دو تان حاولي دا كيما ديريه بالطبطابه، هكا كتمكني انك تخدمي الفون دو تان ديالك، وحتى بالنسبه للبينيتراسيون يعني كيفاش يدخل، تيدخل مزيان في الوجه، يعني تيتحط لنا مزيان. اما ملي تتبقاي ديري هكا راه فشحال بحال كتمسحي الفون دو تان ديالك. بالنسبه للبنات هذا ما كان، تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. من بعد البنات غادي نحاول نبقى ندير لكم لابليكاسيون، يعني نحاول نخدم لكم مكياج الا توفر عندي موديل، وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. ما تنساوش البارطاج وتابوناو وتشاركوا هاد الفيديوهات اللي كنحط مع الناس اللي كتبغيو، وتبارك الله عليكم، وبدعمكم غادي نوصلوا هاد القناه الى بغى سيدي ربي، مساله طبيعيه الى بغى الله. ولكم جزيل الشكر، وكنتمنى ان تكونوا استفدتوا معايا في هاد الفيديو، والى فيديو قادم ان شاء الله.